نقعد على بالي راكي مع الشغل لاباس مليحه بخير دارك الحمد لله لاباس عايشه الحمد لله انت ما تعرفيش نشفي ايه لاباس سلامتك بخير جوزو مرحبا بك يعطيك الصحه السلامه والخير دارتنا بنكه بارك راكي مرحبا بك السلامه بنتي راكي مليحه يبارك فيك بنتي عايشك جوزو مرحبا بكم الله يبارك فيك يعطيك الصحه كثر خيركم الله يسلمك السلامه عليكم شاكي كي بخير جوزي زارتنا بركه الله يبارك فيك جوزو لاباس واش راهي البنيته لاباس الحمد لله كي تعرفي حاله المزيون صحيتي بنتي حمر وتشك يعيشك يا خاله جيران والله وشاكي واش اخويا سعد لاباس مغرى ومليح الحمد لله وين عدتي في عرسك هاني معت نوجدون أنا قريب إن شاء الله كل شيء جوز ربي يقدرك إن شاء الله إن شاء الله ربي يقدرك كيفاش سميتيها؟ سميتها فاطمة الله يبارك إن شاء الله تتربى في عزكم خليتي جيتي اوه هاي ليك سلامتك خوالي صح خوالي خويا عباجي هذا قال لك كيسان في سني وشي في مريق الله الله خوالي شو الفنانين يا خويا يعرفوا يطيبوا يعرفوا يسربوا ويعرفوا اللهم صل على صلى الله عليه وسلم بسم الله يعطيك الصحة وعليكم السلام وعليكم السلام لاباس لاباس الله يهنيكم شيخ رشيد بسم الله لا لا انت والصحي وكيف جارك بسم الله واش بك طمينا جستمو انت تاع نجل هذا الشيء العشيه ان شاء الله وانا بال وليلو حطوا عندي ان شاء الله معروضين يعطيك الصحه انا كان على بالي صاحبتك تسمع عن فوق ويبنيها لنا كيف اليوم انت جيت دوز انا كان مشوشه كيف في عندنا مشوشه وكيف حصل الحراش حصل الحراش جيب لك اتاي ونجي خويا الراشد اي مشي كيف قابز خويا طيب جميل الله يسلمك يا ربي حياتكم ان شاء الله واش راك يوم الخير راه لاباس سال عليك الخير وانتي واش راكي الحمد لله والله لاباس يعيشك جبتكم كامل لاباس الله يسال عليك الخير الحمد لله الحمد لله هذه غايبه عندنا شحال ما تلاقيناش الله يسكتي بركاني مع تحل الحيره مع تاع العرس تاع وليدي ان شاء الله كلش مبروك كلش فالك وشي مبروك يا ربي ربي يبارك ان شاء الله نودي يا البنيته سربي الجول انسى صحه بنتي حمر وتشك بلاقل 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 دوكا نعطيكم حبه حبه بيض ما ديروش الحس هاك هاك هذا واش هذا ان شاء الله ان شاء الله هذا راجي راجي انا بخو ديتنا فرحه لا لا انا يا خلينا تقيق صارين برك يا خساره خويا نور الدين هاي هذه ما تشبهش القمرية اللوز شنو الكاطو تاع ضوك؟ قمرية البروج هذه هذه تنجم تاكل هذه لازم يكون عندك شوار بكارون تكراد باش يا لطيف اخي كاطو غريبية جيتنا خويا عيلو في تمرشير ديالك انا قصاني نفرقيك برك رانا نهضرو انا نهضرو على بكري واليوم انا نهضرو بين بكري واليوم هذا ما كان غريبية تلسع الساقة شحال عندك راه الغريبية هذه يا لطيف طمينا طمينا هذه صاب الدور شوف يا طمينا اي تبان لا بك يا طمينا سلام ورحمة الله يا شيخ مرحبا مرحبا السلام عليكم يا بابا واش راك في الميزان يا بابا صباح الشيخ لا باس الله يعنيك الحمد لله والله الحمد لله كيفاش حطينا عند الشيخ مبروك على الشيخ خويا عليلو والله ينورك يا بابا شنو هذا مشوك يا بابا مشوك اضرب خويا عليلو سقيهم على يدك الله يسرك والله اللهم صل على النبي الشربات يا قالوا سقيني خندريش خو انا عمي يا شيخ وجبه هذه الشربات ما ليش يا عشرة يا ودي ما كانوا هروا الشربات يا عباس في القرفة كلش هذه كيف دوقت تولي تحشك شو عندك لابوراتوار انا في شوربة خويا عشرة ما لو قلت لك تفكرنا يا ما الزمان كانت الحرمة الحرمة الرجل كي يدخل الدار يسعل يقول الطريق باش نسى تبعد باب زيرة جبنا وحدة كيفاش كان يديروا
كان كي دقع باك الدقديقة كانت باليد هذيك تاع دقداقة ولا طبطابة على يقول لك طبطب جاب لي ربي جاية من طبطابة طبطابة وتسمع على جوز من داغ تقول لك من هو ولا ما عليه وخطرات كي تكون باب محلول لا يدخل طريق فيها الرجلة يا رب والدار دار خونا رشيد هذه معروفة دار سجور تاريخاتي تاريخ يا اخو انا هنايا باش حضرت ليا الشيخ عمار الشيخ شيخنا ابو جمال العنقيس الله يرحمه الباجي عمي محمد الله يرحمه نعم كاع جازو هنا جوزنا يا مات هنا يا الله يبارك يا اخويا يا شراب يا شراب ليا عمي عمر الكرازه كانوا ديالي حلوين هنايا كانت البنه هذاك القعده والنساء من فوق تاع تول ويل الله هايك سطل هكذا يا اخي اشتراسي يمكن يديسيني دار دي طابلو مينياتور كيفاش يدير لك قصبع كيفاش كان ذاك الوقت حاج محمد كيف حاج محمد الله يرحمه ويرحمه عميد الاغنيه الشعبيه انا عميد انا عميد جابنستي هو اللي دخل الموندول يا اخي في الشعب ما كانش كاين الموندول في الشعب كان محبوباتي الله يرحمه محبوباتي الله يرحمه انعم انعم في تلحين في تلحين مغنيين كاع بانوا به وكان اسم الله يرحمه يا اخي هو تما بلي شونسونات جار بوديسا جار بوديسا جار بوديسا اي جار على بالي على بالي جارنا والحق يعني هو ولا عمي محمد الباجي عمي محمد الباجي الله يرحمه يعني قدموا نقول لك قدموا يعني في واحد الفطره كان كيما يسموه شنو كان غزو فكري الفن كان هذاك الوقت جاك لو كانوا كانوا أزنافور وجماعه هذاك الوقت باش تحافظ على ثقافه شعبيه يلزم وتعطي جديد ويدوقوه الناس وتحبوه لازم لك كاينه فالله يبارك كاينه خدموا هذه شونسون طلعنا بلي شونسونات هذوك راح الغالي راح الغالي راح كاين هذيك تاع وحداني غريب انا عايش الو الو كانت في عمري 20 عايش انت تعا تعا لوقيس خاف الله خاف الله هي عمي محمد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا حسرة كيف كانت عمي محمد الباجي يا مقدين زين وبحر أنا عم ذاك الخاتم غادي أنا عم فلسطين فلسطين شو الرجال يعني أبوه على بالك هذاك الوقت أنا جاب لي ربي الغنى كان على حساب الوذن تاع ذاك الوقت كان كلام مليح يعني الوذن كان كما قلنا خويا الباجي الوذن تاع ذاك الوقت شكون كانت ايسونسي سبحان الله دوك على بالك سنه اولى الوذن يا العطير ان شاء الله الله يطلع الوذنين ان شاء الله خويا الباجي كاين ولا كاين الله العظيم هذا مثل هذا يتعاونوا ماشي كيما دوك الله يرحمه الله يرحمه الباجي الباجي ما كانش اللي ما طالوش باجي ما كانش اللي راح يدخلوا وباطل الله ما قداو يعاون في كل ليله يجي يحضر يفرح له فوق الزوال الله يرحمه يا حسن الله الله يرحمه حبيت نسقسيك الباجي انت زمان شغل خالط بزاف الفنانين الزوالي كي دير الالي يخلصوا عليه ما يخلصوش عليه والله ما يخلص يزيد من عنده انا عم هذا هذا يجيب اللوز هذا يجيب الجازوز هذا او علي لو كي انا او شيخ عمر او شيخ عمر الزاهي رشيد نوني الله يرحمه باطل والله غير باطل يعني او شيخ عمر الله يبارك ما فهميش عليك انا يا حضرت له على اسم والله غير والو ما يديش وجوه الجنه وما يهضر شام يقول في الله والله عمي مر يا حشره والاذاعه موراه وكدايا انا حاري يا اخوي ما فهمتش انا كيفاش هو انسان كيما هذاك نورمالمون بلاد مراه ودايروا البوق شيخ شيخ ونص و25 الله يطول في عمره شيخ ما يسمي عليه جنيقا كومبلي هو روح لبرا يحكيو لك يا خويا ماشي زعما الاذاعه ولا روح لبرا برا يقولوا لك كاش اللي ما فرح له شيخ وانا الشاهد ما نساوش ثانيك فضيله الجزيريه الله يرحمها شيخ ايامنا نعم واللي سبقتهم كاع خيرا جابوني هي بدات خيرا جابوني في الديبي تاع من نفسهم احشرا يعني هي تعتبر ربما بالك الاولانيه كاع اللي كانت هنا في القصبات غير نعم معناتها فكري كانوا تما كانت وانت خويا عليل هو شحضرت كاع هذاك الوقت هذاك الوقت كانت هذا بهذا تما شغل التقاليد وكذا اللي هي كانت تمشي تمشي ومن بعد صارت كوبي دوك الله دوك على بالك ورا الحياه هذه تما تشوف الحياه برا هذوك ولا ورا الحرب شو واحد يقول الطريق دوك ولا
يسعد الله رولاف ما كاش يعني. ما كاش الله يجعل الخير الله يجعل الخير باجي واش نقول انا عمي وين راح الحيك مرمى اللي كانت تلبسوا يما ايه وين شلقاو المحرمه ولا وكاع مغبرين كاينه وين راح زمان الشاشيه والطربوش والعراقيه والتستيفه والبدعيه والقنادر المطرزين ايوا وين راح القشابيه والقفطان والمنصوريه وين الجبال القبايليه غابت ريحه الاول انا عمي هاي الهضره جيب دربك الله يعيشك ويا باجي لازم نرشقوا خونا الراشد وما نديروا فيها حويجة لاباس كوكتيل هذا ضرب دار كنا حلا نقول ورد كمية على حضيرة ميزان ميزان فوق البشيشي ذو تجيك راشد جيب لنا الميزان العزيز عليلو يا عليلو الله يرحمه بابو الله يرحمه بابو عمر عمر كذا راح تخلط لنا في جرح قديم من غير واحدة واحدة باجي اي اخواني لوكينا الله الله لانك قادي بلا دراهم ما تقبل الشكر ولا تعمل مزاح حكمك بالاله بنصب اعطاك الله من حكام الجليل ولا جاي الفهم نعين القاضي شاو صباح الحاكم قال انا يا اليوم عشره مباح من شبه شي حاله الخمر شربوني جميع سهل التفضيل يا حاكم الخضر تحكم بينا لولا تعمل حيله ناس الزهو ناس القدر دو كل ما فيهم شي تبذيلة شارقوا ولا داية الفهم حلوم داعي للقاضي شاو صباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بينا ولا تعمل حيلة سبحان الله يا قف انت اللي تعلم كيشي ناس مستحاهم يقولوا خاف سبحان الله يا قف انت اللي تعلم كيشي ناس مستحاهم يقولوا خاف يا حسن كل شيء خيف يا عزي وصدر ما عد ولا خان وتحاف مستحاهم يقولوا خاف قولوا شيخ العياني إني غام عام الضالي قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفرح نقدر تعلو والولف كيف سهل والفرح تنسى فكري وحساني ونعود غريب براني أقدر مجرى لي القيس في زمانه أقدر مجرى القيس في زمانه كله شيخ العياني العياني اللي أمام الضالي مضاني قارني وبكاني الولف كيف سهل والفرح لا قدر تعلو الولف كيف سهل والفرح لا قدر تعلو داك الخاتم داك الخاتم والهي اللي خلاها داك
الخادم داك الخادم وين هي يا مولاتو داك الخادم داك الخادم وين هي اللي خلاتو الله يا الخاتم قولي فين هي يا ابويا بالله نتكلم قولي فين هي يا هي اللي مسمعها لحاته وهي اللي في رسمي سمحات هي اللي غابت وتركات لله هي الخاتم غير تكلم لله يبقى انتم تربيت معاها بكري في صغري كانت ليا في الحومة قريبة الحق واليوم تبدل أمري حسيت بالنار الهيبة نحلف بالأمر والحياة ما ننساها شي أبدا حتى لليوم الممات نفكرها بعد الشهداء داك الخاتم داك الخاتم فين يا مولاتو يا برايا داك الخاتم وين هي اللي خلاته داك الخاتم داك الخاتم وين هي يا مولاته داك الخاتم داك الخاتم وين هي اللي خلاته صح الشعر ليلة سحرة خلوية أوه ماما ميا عند راشد العشية أوه